كشمير، الإقليم المسلم اليتيم بين أقدام الكبار. يعتبره البعض نسخة طبق الأصل من القضية الفلسطينية، فهو ملف أرض غالبية سكانها من المسلمين كانت تحت النفوذ البريطاني في الفترة الاستعمارية، وتم اقتطاعها من امتدادها الإسلامي لحظة خروج بريطانيا، وتحديدا سنة 1947. ومنذ الانسحاب البريطاني من شبه الجزيرة الهندية والحرب التي اندلعت بين الدولتين الوليدتين أي الهند وباكستان، بات إقليم كشمير مقسما إلى جزئين، أحدهما تحت السيادة الباكستانية والثاني يخضع للسيطرة الهندية، لكنه يشهد مطالب سياسية بالانفصال. بعضها يرغب في الانضمام إلى باكستان، والبعض الآخر يحلم بدولة مستقلة. إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند جرح نزف 60 عاما ويزيد، ولكنه ينكئ من جديد كلما اعتقد البعض أنه اندمل في طريقه نحو الشفاء. في صيف هذا العام 2019، وحين كانت النيران تلتهم آلاف الهكتارات من غابات الأمازون في أمريكا اللاتينية مسببة احتراق قلوب الملايين من سكان كوكب الأرض، كانت يد الهند تتحرك من جديد في عمق الجرح الكشميري في النصف المقابل من الكرة الأرضية، حين أعلن التجميد العملي بالجزء الذي يخول الإقليم للغالبية المسلمة حكما ذاتيا من الدستور، دون أن يحرك ذلك ردود فعل دولية. في مستهل أوت 2019، خيمت على إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان سحابة شك كثيفة، جعلت العالم يضع يده فوق قلبه ترقبا لما تنوي السلطات الهندية الإقدام عليه. ففي صبيحة يوم الجمعة 2 من أوت 2019، أصدرت الحكومة المحلية لإقليم جامو بكشمير قرارا طارئا ينص على إجلاء جميع السياح الوافدين على الإقليم وإغلاق المؤسسات المدرسية. والسبب الذي بررت به السلطات هذه الإجراءات هو وجود تهديد إرهابي، بينما كانت السلطات المركزية الهندية قد بعثت قبل أيام من ذلك تعزيزات عسكرية انتشرت داخل الإقليم. بعدها بيومين أي يوم الأحد 4 من أوت، قامت السلطات المحلية لحكومة إقليم جامو كشمير بخطوة إضافية تمثلت في تعطيل خدمات الإنترنت وإرغام عدد من القيادات السياسية من الصف الأول محليا على لزوم الإقامة الإجبارية داخل بيوتهم. وقد جعلت هذه الإجراءات المراقبين يدركون بيقين كبير أن الحكومة الهندية تعد لأمر أكبر وأخطر من عملية إرهابية باتت أشبه بالخبز اليومي لسكان الإقليم. كشمير قلب الصراع الهندي الباكستاني، تعود من جديد إلى واجهة النزاع بين الدولتين النوويتين. نيودلهي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تقرر فجأة إلغاء مادة في الدستور الهندي تحمل رقم 370، تتحدث منذ أكثر من 70 عاما عن إعطاء سكان كشمير حكما ذاتيا، حيث يحق لهم الاستفتاء الشعبي الذي يمنحهم حق تقرير المصير. القرار الهندي سبقته وذلك بعد أن فشل المسارات الدولية والأممية لإنهاء النزاع الدائر حوله بين الهند وباكستان. واستحضر الجميع ساعتها ما كشفته دراسات حديثة من ميل ثلثي سكان الإقليم إلى خيار الاستقلال، مقابل قبول الثلث فقط باستمرار السلطة الهندية على الإقليم. الخبر اليقين تناقلته وسائل الإعلام الدولية صباح يوم الاثنين 5 من أوت 2019. فقد قررت الهند إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي والتي تخول إقليم جامو كشمير حق الحكم الذاتي منذ سنة 1949، وهو إعلان تلقفه العالم كما لو كان إعلانا للحرب في نزاع يدور بين قطبين نوويين. وزير الداخلية الهندي أميت شاه قال يومها أمام البرلمان إنه سيتم تطبيق الدستور بإكمله على ولاية جامو وكشمير، مما ينهي حقوق الولاية في وضع قوانين خاصة بها. وفي وقت لاحق أقر الرئيس الهندي هذه التغييرات التي أجرتها الحكومة، وأخطر ما في القرار أنه يلغي أيضا الحظر الذي يمنع القادمين من خارج الولاية من شراء ممتلكات هناك، حفاظا على الوضع الديموغرافي وامتداده السياسي. فبموجب الوضع الدستوري القائم منذ سنة 1949، كانت الوظائف الحكومية المحلية في إقليم جامو وكشمير مخصصة بشكل حصري لسكانه، إلى جانب فرص الدراسة الجامعية. لكن السلطات الهندية عملت على التحضير لهذه الخطوة بشكل مسبق وفي تكتم استمر عدة شهور.
فقد تصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ بداية سنة 2019 عبر تبادل الاتهامات بتنفيذ عمليات إرهابية وإسقاط طائرات مقاتلة هندية من طرف الجيش الباكستاني وقصف الهند مواقع مسلحين يستقرون داخل باكستان. وكانت البوادر الأولى للقرار الهندي الأخير قد ظهرت سنة 2018 حين انهار الائتلاف الحكومي الذي كان قائما بين حزب بهاراتيا جناتا الهندي القومي الرافض للوضع الخاص لكشمير وحزب الشعب الديمقراطي المحلي. وخضوع الإقليم لحكم رئيس الوزراء الهندي المباشر بفعل غياب حكومة محلية سهل عملية إلغاء الاستثناء الدستوري، فالدستور ينص على تصديق مجلس الولاية على القرارات التي تهمه، وهو الاختصاص الذي يوجد بحوزة رئيس الوزراء الهندي حاليا. سارعت الجارة النووية باكستان إلى إدانة الخطوة الهندية ووصفتها بغير القانونية، بينما ذهب سياسيون باكستانيون إلى اعتبار ذلك خيانة لشعب كشمير. كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع في جامو وكشمير التي تحتلها الهند، مشيرة إلى انتهاكات هندية في أعقاب إعادة نشر قوات شبه عسكرية إضافية في الولاية، مما أعاد أجواء الحرب التي تدور بين البلدين منذ 70 عاماً، تارة حربا ساخنة وتارة باردة. يقع إقليم كشمير في موقع جغرافي يجعله بمثابة القلعة الحصينة نظرا لارتفاعه فوق قمم جبال الهيمالايا وإطلاله على دول ومناطق استراتيجية في كل من الهند وباكستان والصين، وغير بعيد عن العمق الاستراتيجي لروسيا ورئة الاتحاد السوفيتي السابق وريثة الاتحاد السوفيتي السابق. فهذا الإقليم المتنازع عليه يوجد إلى الشمال من باكستان وفي شمال غرب الهند بمساحة إجمالية تفوق 86 ميلا مربعا، في منطقة تتسم بتضاريس وعرة وجبال هي جزء من عقدة بامير وجبال الهيمالايا. ويتصل الإقليم بالهند عبر طرق جبلية وعرة، بينما يعتبر جغرافيا امتدادا طبيعيا لباكستان، مما يجعل اتصاله بها أسهل. وينقسم الإقليم عمليا منذ وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان إلى شطرين، يخضع كل منهما لسيطرة إحدى الدولتين، فتبسط الهند سلطتها على قرابة 54 ألف ميل مربع، بينما تسيطر باكستان على جزء تقدر مساحته بحوالي 32 ألف ميل مربع، وهو الجزء الذي يعرف باسم كشمير الحرة أو آزاد كشمير. وتتسم طبيعة جامو وكشمير بجمالها الخلاب، مما يجعلها توصف بسويسرا آسيا، بينما كان إمبراطور المغول أكبر قد وصف المنطقة بأنها جنة الأحلام التي اشتهى أن تكون حديقته الخلفية، مما جعل الإقليم يظل هدفا لأطماع الغزاة من تتار ومغول وهنود. إذا كانت الهوية الإسلامية لكشمير أول ما يواجه الباحثين والدارسين لهذه القضية، فإن المؤرخين يعيدون ظهور الدين الإسلامي في هذه المنطقة إلى القرن الخامس هجري، وذلك بطريقة سلمية عن طريق العمال، العلماء والتجار، حيث عجزت الدولة الغزنوية الإسلامية التي جاورته في القرنين العاشر والحادي عشر عن غزوه بالنظر إلى وعورة تضاريسه.
لكن الانتشار الحقيقي للإسلام في كشمير لم يتم إلا في القرن الرابع عشر على يد الداعية الشهير باسم بلبل شاه، وهو عبد الرحمن شرف الدين الذي أقنع ملك كشمير البوذي جياليورين تشان باعتناق الإسلام، وهو ما نتج عنه دخول أعداد كبيرة من سكان الإقليم إلى الدين الإسلامي، وأصبح الإقليم جزءا من الامتداد الإسلامي ويتبع مباشرة للدولة التي كانت قائمة في أفغانستان. قامت لجنة برلمانية فرنسية منبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات العسكرية في مجلس الشيوخ الفرنسي بمهمة استطلاعية إلى الدولتين المتنازعتين بشأن كشمير في شهر مارس 2002، وخلصت هذه اللجنة إلى تقرير ضمنته خلاصاتها، أولها أن الأمر يتعلق بمنطقة هامة استراتيجيا حيث تضم دولتا الهند وباكستان سدس سكان العالم، ويضمان كثافة سكانية أكبر من تلك التي تشهدها الصين. يقدم التقرير كل من الهند والصين باعتبارهما إخوة أعداء لانحدارهما معا من الإمبراطورية البريطانية في الهند، وذهب السياسيون الفرنسيون إلى تشبيه العلاقات الهندية الباكستانية بتلك التي تربط بين فرنسا وألمانيا في أوروبا، أي التنافس الدائم، وشبهوا إقليم كشمير بما كان عليه إقليم الألزاس واللورين، أي المنطقة الجبلية التي يقاتل الألمان والفرنسيون من أجلها قرابة 75 عاما، وبالتالي فإن أجيالا من البلدين كبرت على عقيدة القتال من أجل السيطرة على الإقليم المتنازع عليه. تلتقي التقارير والدراسات التي اهتمت بقضية كشمير عند نقطة واحدة، وهي بروز الصراع الهندي الباكستاني جراء الوجود الاستعماري البريطاني في شبه الجزيرة الهندية. فقبل هذا الوجود الأوروبي كان إقليم كشمير يشهد ومنذ قرابة 10 قرون استقرارا نسبيا، سواء في فترة انقياد الإقليم للهيمنة الهندوسية بين القرنين التاسع والثاني عشر ميلادي، أو بعد خضوعه للسيطرة الإسلامية منذ القرن الرابع عشر. فعلى مدى 3 قرون تقريبا ظل الإقليم تحت سيطرة حكم سلاطين مستقلين، أي إلى غاية نهاية القرن السادس عشر، ثم انتقل بعد ذلك إلى الحكم المغولي إلى غاية منتصف القرن الثامن عشر، وتبعه الحكم الأفغاني إلى غاية مستهل القرن التاسع عشر. ومع وصول المد الاستعماري الأوروبي إلى شبه الجزيرة الهندية وسيطرة بريطانيا عليه، قامت هذه الأخيرة ببيع إقليم كشمير إلى عائلة الدوغرا بزعامة جلابسينغ، وذلك مقابل 7.5 مليون روبية هندية، على أن تستأثر العائلة بالإقليم لقرن كامل. في الفترة الأخيرة من هذا الوضع السياسي التجاري، واجه المسلمون أصنافا جديدة من التمييز والاضطهاد، حيث كانت القوانين تعاقب مثلا بالإعدام كل من أقدم على ذبح بقرة، وتصادر أملاك من يقدم على اعتناق الإسلام في مقابل التسامح مع من يرتد عليه. وباتت بالتالي الغالبية المسلمة في الإقليم تواجه ديكتاتورية الأقلية الهندوسية، وبدأت التناقضات العقائدية تبرز بعدما كان سكان الهند موحدين في مواجهة الاستعمار البريطاني في بدايات المقاومة. وبالتالي فإن السنوات الأخيرة التي سبقت الانسحاب البريطاني شهدت بروز مقاومة إسلامية للحكم الطائفي الهندوسي، وكان هناك ميل مسبق للانضمام إلى باكستان التي ستخرج إلى الوجود لاحقا. ويتزامن انتهاء هذه الفترة المتفق عليها مع مصادقة البرلمان البريطاني على قانون الاستقلال الهندي، والذي دخل حيز التطبيق منتصف أوت 1947، ونص هذا القانون على انسحاب بريطانيا وإحداث دولتين منفصلتين، واحدة هي الهند والثانية باكستان، مع ترك الاختيار للولايات المتحدة في الانضمام إلى هذه الدول أو تلك. وبعد مناوشات عسكرية أولى في بعض الولايات التي تنازعت عليها الدولتان، بقيت حالة كشمير عالقة، حيث كان حاكمها الهندوسي هاري سينغ يريد الانضمام إلى الهند رغم أن غالبية السكان مسلمة وترتبط حضاريا وثقافيا بباكستان. وبعد تطورات متسارعة تحول الأمر إلى حرب طاحنة بين الدولتين الحديثتين. يسجل التاريخ 3 حروب كبرى على الأقل دارت بين الهند وباكستان منذ استقلالهما، وكانت حربان منهما بسبب إقليم كشمير. الحرب الأولى شهدها العامان 1947 و1948، حيث بدأت بمواجهة بين الكشميريين والجيش الهندي، وانتهت باحتلال نيودلهي ثلثي الإقليم، وهو ما سرعت منظمة الأمم المتحدة إلى التدخل بسببه،
حيث أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء لتقرير المصير. وبعد مشاورات معقدة اقتنع المجتمع الدولي بضرورة اقتسام إقليم كشمير بين دولتي الهند وباكستان كحل سياسي نهائي للنزاع. لكن هذا الحل لم يجد طريقه إلى التنفيذ، واستمر التوتر والحرب الباردة لعقدين تقريبا قبل أن تندلع الحرب الثانية منتصف الستينيات، حيث كانت باكستان تدعم المقاتلين الكشميريين ضد الهند قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة وتصبح مواجهة مباشرة استمرت أكثر من أسبوعين وانتهت بوقف إطلاق النار دون غالب أو مغلوب. ولم يستمر الهدوء سوى 6 سنوات حتى عادت المواجهة بين البلدين سنة 1971، ولكن هذه المرة لم تكن بسبب كشمير، وإنما بسبب دعم الهند انفصال بنغلاديش وهي باكستان الشرقية، ومال ميزان القوى بوضوح في هذه الحرب لصالح الهند، وانتهى بميلاد دولة بنغلاديش المستقلة عن باكستان، وانطلاق سباق تسلح محموم في المنطقة، توج بحصول البلدين على السلاح النووي سنة 1998. علاوة على الأسباب السيادية والحساسية المعتادة لدى الدول تجاه امتدادها الجغرافي، توجد أسباب مباشرة للصراع الهندي الباكستاني ترتبط بالمصالح الاقتصادية الاستراتيجية لكل منهما. فبالنسبة لباكستان يعتبر إقليم كشمير امتدادا جغرافيا وبشريا ودينيا طبيعيا بالنسبة لها. والتقرير الذي أعده مجلس الشيوخ الفرنسي سنة 2002 عن النزاع يقول إن باكستان ترى في الأطماع الهندية في كشمير رفضا لإقرار وجود دولة باكستان أصلا، لكونها تأسست على أساس ضمها للسكان المسلمين للمستعمرات البريطانية السابقة. كما أن إقليم كشمير يعتبر حيويا لدعم الموقع الجيوستراتيجي لباكستان عبر تمكينها من الاتصال المباشر بالحدود الصينية، وخصوصا الأقاليم ذات الغالبية المسلمة في الصين. كما يحاذي الإقليم طرقا تجارية حيوية وخطا هاما للسكة الحديدية، وتنبع من كشمير 3 أنهار هامة للنشاط الزراعي في باكستان. لأول مرة في تاريخ باكستان يرفع العلمان الباكستاني والكشميري جنبا إلى جنب في الذكرى 73 للاستقلال. الذكرى وما تخللها من احتفالات تحولت إلى تضامن مع كشمير في ظل التوتر القائم بين الهند وباكستان بشأنها. باكستان جددت على لسان رئيسها عارف علوي وقوفها إلى جانب الكشميريين، واعتبرت ذلك التزاما سياسيا وأخلاقيا. كما شدد الرئيس الباكستاني على ضرورة حل قضية كشمير طبقا لقرارات الأمم المتحدة. وبينما تحدث علوي عن حب بلاده للسلام، حذر في الوقت ذاته أنه في حال اندلعت الحرب فإن العالم بأسره سيعاني تبعاتها. وتجد إسلام أباد صعوبة كبيرة في القبول بأي وجود هندي في كشمير، لأنه يخل بالأساس الذي حكم تقسيم المجال الترابي بين الدولتين منذ البداية، أي أن يضمن المسلمون لباكستان والهندوس والبوذيون للهند. في المقابل ترى الهند في بقاء كشمير تحت سيطرتها ارتباطا مباشرا بطبيعتها كدولة علمانية متعددة الأعراق والأديان، كما تنظر الهند إلى انفصال كشمير أو التحاقه بباكستان إيذانا بتحرك الأقليات الأخرى داخلها، خاصة الأقليات المسلمة من أجل انتزاع مكاسب مماثلة. وتحولت القضية الكشميرية مع مرور الزمن إلى عامل أساسي في بناء عقيدة الدولتين الهندية والباكستانية، ومحددا لاختياراتهما الدبلوماسية والعسكرية، فقد توجهت باكستان عموما إلى التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فيما تقاربت الهند تاريخيا مع الاتحاد السوفيتي سابقا، أو على الأقل كما فهم الغربيون خيار عدم الانحياز الذي اتخذته الهند حينها، وهي تحالفات وإن كانت قد تعرضها لبعض التحولات فإن معالمها بقيت مهيمنة على النزاع. فالتقارب الباكستاني الصيني بني تاريخيا على التناقض مع الاعتراض الهندي على إقامة طريق صينية باكستانية للتجارة، وهو المشروع الذي كانت بكين قد وعدت بضخ مليارات الدولارات في باكستان لتقويته. أما الحلف الهندي السوفيتي القديم فكان الباعث عليه هو عمل باكستان على انتزاع عمق استراتيجي كبير داخل أفغانستان، وذلك خدمة لمصالحها ومصالح حلفائها الأمريكيين. ومع توالي سنوات للحرب والتوتر أصبح إقليم كشمير بالنسبة للهند بمثابة منطقة عازلة تمنع تمدد الفكرة التي قامت عليها جمهورية باكستان
أي الأساس الديني الإسلامي. إلى جانب القوى الإقليمية والدولية الكبرى، توجد دولة أخرى أقل وزنا في العلاقات الدولية لكنها ترتبط بملف كشمير، وهي أفغانستان. فهذه الأخيرة يرشحها البعض لتصبح ساحة حرب جديدة بين الهند وباكستان، نظرا لروابطها التاريخية والجغرافية والديمغرافية مع كشمير. ففي لقاء عقد في أكتوبر 2016 بمقر مركز الدراسات الذي يحمل اسم المجلس الأطلسي الأمريكي بواشنطن، قال المبعوث الخاص للرئيس الباكستاني إلى كشمير مشاهيد حسين إنه إذا لم تحل قضية هذا الإقليم لن يعرف أفغانستان طريقه إلى السلام والاستقرار. وكانت لهذا التصريح تبعات دبلوماسية قوية من جانب أفغانستان، حيث سارعت وزارة الخارجية إلى إدانة هذه التصريحات، كما اقتفى آثارها في ذلك مجلس الأمن الوطني الأفغاني وباقي المؤسسات السيادية الأفغانية. هناك علاقات تاريخية بين الأفغان وكشمير، فقد سبق لهذا الإقليم أن خضع لحكم أفغاني في الفترة ما بين منتصف القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. ومنذ ذلك العهد أصبح هناك بعض الأفغان والبشتون الذين يقيمون في كشمير، سواء في جزئه الهندي أو الباكستاني، لدرجة أن رئيس المحكمة المحلية لكشمير منح الجنسية لأكثر من 200 ألف أفغاني منتصف خمسينيات القرن العشرين، كما تعيش في أفغانستان جالية كشميرية هامة. لكن للربط الباكستاني بين استقرار أفغانستان وحل القضية الكشميرية خلفيات أخرى، حيث تسعى إسلامباد إلى كسر عزلتها الدولية كلما أحست باشتدادها، وذلك عبر تحريك الورقة الأفغانية. ولا يستبعد المراقبون تحول أفغانستان إلى ساحة مواجهة جديدة بين الهند وباكستان إذا انسحبت القوات الأمريكية كليا من هذا البلد الآسيوي. تسجل الدراسات التي اهتمت بملف كشمير حصول تحول في معادلة النزاع بعد أحداث 11 سبتمبر 2011، وذلك من خلال الحرب التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، وتغير المزاج الدولي العام وتوجهه نحو محاصرة الوجود الإسلامي عالميا. ففي الوقت الذي كانت واشنطن تعتبر الحليف التاريخي لباكستان في المنطقة، أصبح الأمريكيون بعد 2001 يبدون أكثر ميلا إلى الهند. فقد ازداد الاعتماد الأمريكي على نيودلهي في مواجهة المد الصيني، وباتت الولايات المتحدة تدفع الهند نحو سياسة انعزال إقليمي يبعدها عن الصين والعالم الإسلامي، شبيهة بتلك التي اعتمدتها مع تركيا قبل ذلك. كما برز في هذه الفترة تقارب كبير بين الهند وإسرائيل، حيث دخل الجانبان في شراكات تجارية وعسكرية وتكنولوجية كبيرة، وهو ما يسرته أجواء ما بعد 11 سبتمبر 2001، وهو تحول جعل الهند تبدو كما لو لم تلتحق بالمعسكر الغربي المسيحي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الإبن في مواجهة المعسكر الإسلامي باعتباره مصدرا للإرهاب. لم تكن الخطوة الهندية الأخيرة بإلغاء الوضع الدستوري الخاص لإقليم كشمير لتتم لولا هذا التحول الدولي والإقليمي الذي جعلها تعزز ثقلها الجيوسياسي، كما أن المبادرة إلى اجتثاث جذور التطلعات السياسية في الإقليم هدفها قطع الطريق على خيار الاستقلال الذي بات راجحا في السنوات الأخيرة، حيث يصعب تبرير أي قمع لتحرك يرمي إلى إقامة دولة مستقلة، على عكس فكرة الانضمام إلى باكستان التي بقيت مبررة من وجهة نظر دولية. فالأحزاب القومية الساعية إلى تحقيق استقلال كشمير وإقامة دولة جديدة باتت تحصد نتائج قوية في الانتخابات المحلية منذ العام 2002، أي مع تزايد هامش الحرية في التصويت والتعبير عن المواقف السياسية. التحول الشامل في الموقف الإقليمي والدولي الذي يضعف موقف باكستان قد لا ينعكس فقط على قضية كشمير وتطلعات سكانها إلى الاستقلال، بل إن المراقبين يعتبرون هذا الملف هامشيا في أجندة القوى الدولية وفي مقدمتها واشنطن. وهذه الأخيرة وإن تحالفت تكتيكيا في مرحلة سابقة مع إسلامباد، خاصة في الفترة التي كانت فيها واشنطن عرابا للجهاد الإسلامي في أفغانستان، فإنها حاليا لا تجد في هذه المنطقة موضوعا أكثر أهمية من السلاح النووي الباكستاني والذي تسعى إلى نزعه، إما بمحاصرة باكستان استراتيجيا أو بالتعويل على حرب حاسمة تشنها الهند ضدها.